الخائن اللي كانوا بالكنيسة. القداس الساعة 5 يبدي، وبالخمسة وربع ورا ما خلصنا الإنجيل ده نصلي دخلوا علينا إرهابيين. صارت طلقات مواجهات برا، بس مواجهات كلش خفيفة، يعني ما كان أكو يعني مواجهات قوية إنه يصدوهم، ما حد ما صدهم، دخلوا علينا بسهولة. ضربوه صار صوته بالسنة، الشباب كلهم قتلوهم، ما بقى شاب بالكنيسة. بعدين المكان اللي ماما كانت بيها غرفة اللي هي مال قسان، دخلوا وقاموا يضربون رمانات عليهم. أنا كنت ماما ماتت، يعني ما راح أشوفها بعد، وقعد يمي ما بقى جايب حاجة. كفار، أنتوا تروحون للنار وإحنا نروح للجنة. Yeah.